أمينة، سيدة أمينة بن سليماني، مختصة في صناعة التوابل الطبيعية والخلطات الطبيعية بدون أي منكهات، بدون ملونات، بدون مواد حافظة. احنا المشروع تاعنا هو مشروع عائلي جسدناه والحمد لله، كانت عبارة عن فكرة والفكرة ولات مشروع. الفكرة كانت من عند الجدة تاعي ربي يحفظها، هي كانت سباقة ومن زمان تمدنا، احنا كنا صغار تمدنا كيفاش نقولها التوابل، تروح تشري من مارشي تعطينا نقولي سقمولي وهي ترحي، وهذيك الفكرة بدات تكبر مع الوقت. خالي من كل الشوائب نضيف ما شاء الله عليه، نجوز المرحلة الثالثة بعد كامل. الحمد لله أنا كملت قرايتي، درت قانون أعمال، وطبعا ما كانش عندي يعني قرايه، يعني كانت مجرد يعني كما يقول لك تقرا وتكمل وتكون عندك يعني حاجه تقابل بها. كنت انا حابه ندير مشروع ليكون مشروع للناس كامل يقدروا يتناولوا، وهذه الفكره جات من عندي لانه انا كنت يعني واحد الوقت مرضت يعني وتعبت، وكان لازم دائما بعد على الجانب اللي يكون فيه المنكهات والملونات وكامل، حبيت ان نروح للجانب الصحي والحاجه الطبيعيه، وهذه يعني الحاجه متعارف عليها، هذه من الاجيال تاعنا من جدودنا من زمان يروحوا غير الحاجه الطبيعيه. احنا دوك تقريبا الحمد لله وربي كان موفقنا، قدرنا نخدموا نلحقوا نخدموا 37 وصفه تاع توابل. بدينا طبعا بالتوابل الاساسيه المستعمله في الطبخ التقليدي الجزائري، واللي هي راس الحانوت، توابل الشوربه، توابل متوم، دولمه، الاكل التقليدي تاعنا. يعني ما شاء الله عندنا احنا تراث كبير وواسع، وعندنا يعني اطباق مختلفه. وملت بدات الفكره وعلاش ما نبدلوش النمط الغذائي تاعنا وحنا صحاح قبل ما نمرضوا. دوك جسدنا لهذا المشروع والناس رانا الحمد لله لقينا اقبال من الزبائن، وسورتو اللي عندهم مرضى السيلياك واللي عندهم قرحه في المعده والالم تاع الكولون، خاصه مع الشهر رمضان.